مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اجواء وكواليس مباراه الاهلي وسيمبا بطل تنزانيا على استاد برج العرب بحضور جماهيري مكثف ان شاء الله كعاده جمهور النادي الاهلي. لكن عايزين نتكلم على التفاصيل وامور المباراه وامور عديده جدا مع العميد محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي. محمد بيه طبعا ان شاء الله النهارده يكون النادي الاهلي موفق. حضور الجماهير عليه دور كبير، المسانده والدعم مطلوب من جمهور النادي الاهلي. في البدايه بتشوف المباراه ازاي؟ بتشوف الجمهور ازاي؟ والمباراه بشكل عام بتمثلك يا محمد بيه؟ طبعا هو ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي النهارده ونستكمل المشوار الافريقي اللي الجمهور المصري بيحلم بيه. هو النهارده طبعا زي ما احنا كلنا عارفين التذاكر نفذت، ودي في حد ذاتها يعني حاجه جميله. المباراه الساعه 9، ظروف صعبه جدا، برج العرب، الجو يعني، بس الحمد لله الجو النهارده معقول كويس. 12,000 تذكره. طبعا بتوجه الشكر طبعا لمديريه امن اسكندريه، لان يعني النهارده احنا كنا ابتدينا المحضر او الاجتماع التنسيقي قبلها باسبوع، وهو ده اللي يمكن سهل علينا. التذاكر في اطرحت لجماهيرنا 3 ايام في منفذ اسكندريه، المنفذ اللي احنا فتحناه في اسكندريه 3 ايام التذاكر بتباع. السيستم نفس القصه، اتفتح قبلها بفتره كويسه. فهتلاقي النهارده الحمد لله يعني الجمهور يعني بنشكر جماهيرنا اللي هي بتيجي ورانا في كل حته، والتذاكر النفذه دي بتدل على وعي الجماهير اللي احنا بنراهن عليه، وده اللي بيشجع رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللي هو يتحرك ان احنا ازاي يبقى في زياده للاعداد الجمهور الفتره اللي جايه وخصوصا في المشوار الافريقي. دي حاجة. وبعد كده أنا لسه كنت حتى بتكلم وإحنا جايين، أنا لسه واصلين أنا وكابتن سمير عادل ربنا يديله الصحة. طبعا إحنا متابعين، أنت عندك الأمن الإداري للنادي الأهلي والمديرين للنادي الأهلي يمكن موجودين هنا في اسكندرية من بدري، في برج العرب من بدري، العميد علاء، العقيد أحمد النحاس، العقيد محمد سعيد، وهو يمكن أول مرة نائب مدير فرع الشيخ زايد أول مرة يطلع ويشارك في تنظيم مباريات، موجودين من بدري عشان يستقبلوا جمهورهم بالتنسيق مع شركة الأمن وفي نفس الوقت مع مديرية أمن اسكندرية. ففي الحمد لله يعني مجهود بيبذل عشان خاطر جماهيرنا وعشان خاطر النادي الأهلي قبل أي حاجة، وده دور النادي الأهلي اللي أنا شايفه. يعني أنا اكتشفت النهاردة اللي احنا عندنا من كتر الشغل مجلس إدارة، أنا عندي لجنة شؤون عضوية شغالة، أستاذ إبراهيم كفراوي وأستاذ محمد الجرحي هناك في النادي، وهيخلصوا وهيجوا عشان يحضروا المباراة، وما شاء الله في إقبال إعداد يعني الحمد لله كويسة اللي هي تكون اعضاء في النادي الاهلي، لانه انا يعني شايفينها شرف لاي حد اللي هو ينتمي للنادي الاهلي، وشرف لاي حد يحمل عضويه النادي الاهلي. فده في حد ذاته حاجه كويسه. عندنا النهارده على المستوى بقى الرياضي هتلاقي النهارده عندك مباريات الاهلي والزمالك في كره طايره سيدات في الاستاد القاهره، وعندك النهارده الاهلي والاتحاد في كره السله رجال على صاله النادي الاهلي، وعندك النهارده برضو الاهلي وبتروجيت رجال كاس مصر، وبعد كده عندنا النهارده برضو الاهلي وسيمبا افريقيا، وعندنا النهارده لجنه الشؤون العضويه، عندنا النهارده على مستوى اجازه نص السنه على مستوى 3 فروع شيخ زايد في احتفالات عشان خاطر الاطفال، في الجزيره نفس القصه. فطبعا انت لما تيجي تكتشف وتدور تلاقي الحمد لله رب العالمين، هي دي بقى الروح اللي الناس بتتكلم عليها، او روح الفنانه الحمراء، روح الفريق. مجلس اداره بيشتغل بروح الفريق، اداره تنفيذيه الحمد لله رب العالمين. فلازم ما تقدرش تقول غير حاجه واحده بس، جمهور النادي الاهلي، أعضاء النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارته، كل حاجة واحدة لخدمة النادي الأهلي. فعشان كده احنا دايما بنقول بنراهن على وعي جماهيرنا، بنراهن اللي جماهيرنا ما بتخرجش عن السياق، بنراهن لجماهيرنا تخلي بالها من الناس، العناصر المندسة اللي بتخش جواها اللي هي عايزة تخرجها، هي خليك ملتزم، لأن في مجهود بيبذل جامد جدا جدا. وأنا شايف وده رأيي الشخصي طبعا، اللي ده دور النادي الأهلي كمؤسسة وطنية بتحترم القانون المصري، تحترم الدولة المصرية، عارفة دورها كويس قوي في المجتمع المصري. فالنهارده اللي أنا بتكلم فيه ده، أنت بتقدم للمجتمع المصري جيل رياضي، بتقدم للمجتمع المصري ثقافة عن طريق اللي أنا بقول عليه النشاط بتحصل على مستوى عشان خاطر بدءه وعشان خاطر بقيمته الإدارة التنفيذية وزمايلي، مع إن فريق العمل لو إحنا مش ما بنشتغلش فريق واحد عمرنا ما هناخد خطوة لقدام. فلازم طبعا اللي موجود في مصر النهارده ليه دور، سواء اللي هو حسن مسعود المدير فرع مدينه نصر، سواء الاستاذ خالد مرسي مدير الجزيره، ست يوسف الشاوي، نوابهم موجودين النهارده في برج العرب موجودين. هتلاقي كابتن رفعت عبد القادر النشاط الرياضي بيتابع الاربع مباريات اللي عنده، كلها مباريات مهمه يعني، الباسكت كاس مصر والدوري واهلي والزمالك بطوله عربيه، دي طبعا ربنا يكرمهم النهارده ان شاء الله، وعندك الرجال كاس مصر. فهتلاقي برضه كابتن رفعت شغال، النشاط الرياضي شغال، الاداره التنفيذيه شغاله. فالحمد لله. واللجان
برضو الصبح لجنة المرأة في زيارة المستشفى بهية، فانت قايم بدور مجتمعي رياضي يعني الحمد لله ربنا يتمها بالخير يا رب ان شاء الله. منك برضو الرسالة للاعبتنا، انا عارف ان لاعبتنا على قدر المسؤولية ان شاء الله في المباراة دي. وقبل الرسالة كمان يمكن بنقول في الكواليس حاجات مهمة جدا يا محمد، بان يمكن مجلس الإدارة بيكثف مجهوداته بشكل كبير مع القيادات الأمنية ومع الجهات المعنية لعودة الجمهور بالشكل اللي بيأمله وبيطبحه مجلس الإدارة. الناس ما تعرفش الكواليس دي خالص يا سيادة العميد. لا بص، احنا النادي الاهلي بيشتغل دايما في صمت، وكابتن حسن وكابتن خطيب وانا وكابتن صالح سليم، انت عمرك ما لقيت مسؤول في النادي الاهلي بيطلع يتكلم. النادي الاهلي بيشتغل في دايما في صمت، ان ليك دور انت عارف دورك ايه وبتاديه وبتتحرك الخطوات اللي هي تكون من وجهه نظر النادي الاهلي هي دي الاصول اللي النادي الاهلي بتربى عليها. ما بحبش الدوشه يعني، انت بتشتغل. النهارده كان في لقاء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، والراجل شاب يعني متحمس جدا لعوده الجمهور، ودايما كل خطوه انت بتاخدها الحمد لله رب العالمين جمهورك هو اللي هي يعني اللي هيخلي الناس يبقى قلبها جامد، وجمهورك هو اللي هيخلي الناس تتكلم بقلب جامد. امبارح كانت احياء الذكرى وشهدائنا في بورسعيد ولادنا، يعني احنا احيينا الذكرى بالورد، احيينا الذكرى، وانا دايما بقول كده احنا بنحيي الذكرى بالورد وبنحيي الذكرى بالبطولات، بنحيي الذكرى بالانتصارات، هو ده احياء الذكرى الحقيقي ل يعني شهدائنا، وهو دي اقل حاجه لان هم في قلوبنا ومش هننساهم، ودايما هم حافز ليك عشان تنتصر، حافز ليك عشان تشتغل، حافز ليك عشان خاطر تقدم خدمه كويسه، فده دايما قدام عينينا. فانت بتتحرك كل ما الجمهور النهارده بيلتزم، كل ما انت قلبك بيجمد وبتبقى بتتحرك في كل حته عشان خاطر يرجع جمهورنا تاني، فربنا يسهل ان شاء الله. الله يخليك، ربنا يخليك، متشكرين. بنشكر اكيد طبعا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اكيد التكاتف مطلوب من جمهور النادي الاهلي، وايضا كمان مجلس الاداره زي ما ذكر العميد محمد مرجان في مجهود كبير جدا بيبذل خلال الفتره القادمه للجمهور وللادارات وللانشاءات. العديد ان شاء الله خلال الفتره القادمه تكون انتصارات دايمه للنادي الاهلي. مساء الخير. creo que hicimos un buen primer tiempo. احنا لعبنا الشوط الاول كويس جدا. y luego el partido nos permitió regular. بعد كده الماتش
سمح لنا ان احنا نحجم مجهوداتنا في الشوط الثاني. غيرنا بعض اللاعبين اللي كان عندهم كارت اصفر ويتحنا الفرصه لبعض اللاعبين اللي راجعين من الاصابه ان هم يشاركوا في الماتش. وما عنديش اكتر من كده ان انا اقوله. Bueno, el otro resultado nos favoreció. النتيجة طبعا اللي فاتت ساعدتنا. Habiendo ganado hoy, ¿no? Claro. وان احنا كسبنا النهارده طبعا. Pero no está resuelto nada, todavía quedan muchos partidos. لكن في ماتشات كتيرة متبقية. Así que bueno, todavía esto no ha terminado. لم ينتهي البطولة لسه ما انتهتش. Y respecto al rival. وبالنسبة للمنافس creo haber entendido al colega, al entrenador. هو فهم من الزميل hicimos un gol muy rápido. ان احنا دخلنا جون هدف مبكر y esas cosas ayudan mucho, ¿no? وده ساعدنا كتير طبعا. partido iba 5-0 el primer tiempo. في الماتش بتاعنا كان النهارده بفوز 5-0 في الشوط الاولاني. cuidar el físico. اللي حاولنا نعمله ان احنا اللياقه البدنيه حاولنا نقلل مجهوداتنا في الماتش. y cuidar las tarjetas amarillas de ونوفر الكروت الصفراء بالنسبه لهاني ايمن والايمن y de Ali. وعلي. فالتو سولايا pero bueno. سوليا طبعا بس لكن نقدر نغير ثلاثة عشان خاطر نحافظ على اللعيبة بتاعتنا من انذارات جديدة.